معكم مصطفى النسوان. اليوم راح نحكي فقط عن الأدوات التحكم المنطقية وكيف بتتبرمج من خلال برنامج أو من خلال لغة اللادر. وكمثال عن التحكم المنطقي، في عندنا هالمثال البسيط هذا، في عندنا هون مكبس، في عندنا هون صمام، وهون جهاز البي ال سي. جهاز البي ال سي بيتحكم في حال وصول الصمام الى السنسور او الحساس الاول او الحساس الثاني. في حال وصول المكبس الى الحساس الاول يعطي اشارة ان، وبيعطي اشارة اوت الى الصمام ليفتح الصمام الاخر. وفي حال وصول السنسور الى الحساس الثاني بيعطي اشارة الى البي ال سي، بي ال سي بيعطي مخرج الى الاوت اللي بيفتح الصمام الثاني. اذا قضية منطقية، في حال وصول الى هنا افتح او قم باجراء معين، في حال وصولك الى هنا قم باجراء معين اخر، وهكذا. ممكن بقى بالاجراءات المنطقية هي اند مثلا، في حال وصول المكبس الى هنا ومكبس اخر الى مكان اخر قم باجراء ثالث، وهكذا. هون بنشوف الادوات المنطقية وخياراتها. هون في عندي اند، هون في عندي او، هون في عندي او ليس، يعني هذا او ليس هذا، يعني هون بصير not. مثلا لناخذ الخيار الاول and، يعني في عندي هون قاطعين كهربائيين، لحتى يشتغل المصباح هنا يجب تفعيل كلاهما، and هذا وهذا. في حال هذا أو هذا، مجرد الضغط على أحدهما يتم تفعيل أو تشغيل المصباح. أما الخيار الثالث وهو ليس، فهو هذا، لاحظوا، أو ليس هذا. ليش المصباح فعال أو شغال؟ لأن ليس هذا شغال. في حال تشغيل هذا يطفئ، أما في حال تشغيل هذا يشتغل. إذن ليس شغال المصباح لأن ليس في حال التفعيل، ليس هذا. أما هذا أو ليس هذا، حتى لو شغلتهم ما بيؤدي إلى آخر، ولكن إذا طفيت شغلتهم يبقى المصباح شغال لأن هذا شغال صار. إذا مثلنا هذا الأمر مثلا and وفي حال تمثيله ببرنامج اللادر، كيف تتمثل أو لغة اللادر كيف تتمثل؟ هذا وهذا، هذا وهذا يكونوا على خط واحد، هذا وهذا يؤدي إلى تشغيل المصباح. أو كيف تتمثل أو؟ هذا أو هذا، لاحظنا كيف المصباح يشتغل، هذا يمر التيار من هنا أو هذا يمر التيار من هنا. في حال الخيار الثالث، هون في عندي موتور، هذا وهذا يجب أن يعمل. ليس، في حال ليس، هون عندنا حالة واحدة ليس هلا، هذا ليس فعال في حال تشغيله يؤدي إلى إطفاء المصباح. بطريقة عكسية، في حال ليس هذا شغال يشتغل المصباح. بنلاحظ هون في عندي و، هذا وليس هذا، يعني إذا هذا شغال وهذا لا يشتغل المصباح، لأن يجب أن يكون هذا وليس هذا، يعني إذا أطفأت هذا بيشتغل المصباح. لاحظوا هون هذا وليس هذا، تشغيل هنا يؤدي إلى إطفاء المصباح، تشغيل أو إطفاء هنا يؤدي إلى تشغيل المصباح. تفعيل أيضا هذا أو ليس هذا، وحكينا عنه. في عندنا مرحلة جميلة، كلاهما و، يجب تفعيل كلاهما، أو ليس هذا، يعني إذا هذا كلاهما مطفئان، هذا ليس هذا مطفئ شغال المصباح، إذا شغل
هذا إذا يطفئ المصباح أو تشغيل هذول كلاهما، وهذا أو ليس هذا، هذا شغال. إذا وقع الأمور صارت واضحة، بتلاحظوا على برنامج اللادر يكون أسهل للفهم. كلاهما هذا وهذا يؤدي إلى تشغيل المصباح، أو ليس هذا يؤدي إلى تشغيل المصباح. إذا لاحظوا هلا، هذا وهذا يؤدي إلى تشغيل المصباح إذا أطفأتهم، ليس هذا إذا أطفأت هذا يؤدي إلى تشغيل المصباح. هون في عندنا مثال، هذا وهذا، هذا وليس هذا، هذا أو هذا. إذن يجب تحقق الشروط الداخلية قبل الشرط الخارجي. الشروط الداخلية لكل قسم على حدة، هذا وهذا يؤدي إلى هذا تشغيل المصباح. بما أنه هون عندي أو، إذن أنا فيني أخذ الشروط من هنا، يجب تفعيل هذا، ليس هذا أو هذا، وعفوا هنا ليس هذا وهذا. لاحظوا ليس هذا وهذا، أما إذا شغلت ليس نط ما بصير، يؤدي إلى إطفاء المصباح. لذلك يجب هذا إطفاؤه، تفعيل هذا وإطفاء هذا، هيك بصير المعنى. هذا وهذا يؤدي إلى تشغيل المصباح، هذا وليس هذا، لاحظوا هذا وليس هذا، إذا شغلتها يؤدي إلى إطفاء المصباح. إضافة للأدوات المنطقية اللي حكينا عنها، في عنا شيء اسمه الذاكرة، نحتاج لشيء اسمه الذاكرة، يعني في عنا مفاتيح مثل مفاتيح الكمبيوتر، تعطي نبضة ولكن يلتهي مفعولها بعد النبضة، بعد الضغط اللي عليها. لذلك نحن نحتاج إلى شيء يسمى الذاكرة. مثلا إذا أردنا أن نشغل هذا الموتور، نضغط يشتغل الموتور، مجرد حررنا الكبس على الزر هنا يؤدي إلى إغلاق أو إطفاء الموتور. لذلك نحن نحتاج إلى شيء يسمى الذاكرة، أي يبقى محتفظا بالذاكرة أن هذا الزر مضغوط. كيف ذلك؟ لاحظوا رمز الذاكرة ستارت ستوب أو ريسيت بسموها. ستارت مجرد أخذ نبضة ستارت، الذاكرة تم تفعيلها وتمت محتفظة بأنه هذا الأمر شغال، تبقى على كذلك حتى يتم الضغط على ستوب. لاحظوا الذاكرة شغالة، ستوب أدى إلى إيقافها. وهالشي هذا بيتمثل، الشي هذا بيتمثل بالشكل العام أو بالشكل هذا ببرنامج اللادر، ستارت سيت ستوب ريسيت، وبنشوفها بالمستقبل ببرنامج اللادر كيف بدنا نبرمجها. ستارت ريسيت ستارت ريسيت. اذا في عندنا خيار ضمن حرف اس، في عندنا خيار ضمن حرف ار. سيت يعني صارت الذاكرة، ريسيت صارت الغاء الذاكرة. هذه البرنامج او هاي النافذة هون هي عبارة عن برنامج او نافذة البرمجة بلغة اللادر. لاحظوا في حال بدنا نفعل اند بالطريقة 1 2، في نستعمل هنا اند، مثلا حطينا اكس 0 وخيار اخر او زر اخر اكس 1، هذا صار اند اكس 0 واكس 1، اذا اعتبرنا هذا اكس 0 واكس 1. إذا نأخذ من هنا، في حال ليس 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 اكس 2، إذا قلنا هون اند مثلا اكس 0، في حال الضغط على اكس 0 واكس 1 يؤدي إلى تشغيل المصباح. تشغيل المصباح المخرج بيساوي واي 0 مثلا، أو في حال ليس اكس 2، ليس اكس 2 واكس 3 وهذا
وليس هذا، لاحظوا هذا وليس هذا اكس 3 اكس 2، ليس اكس 2 واكس 3 يؤدي الى ايضا اكس 0 اعتبار ان المصباح واحد، ايضا الى واي 0 عفوا. اذا اكس 1 واكس عفوا اكس 0 واكس 1 ويؤدي الى تشغيل المصباح، اما هنا في الحالة الثانية ليس، اعتبرنا اكس 2 هون اكس 3، اكس 2 ليس اكس 3 وهذا وليس هذا يؤدي الى تشغيل المصباح. لاحظوا الخيار الاخر هذا وليس، اي هذا مش شغال وهذا مطفي، في حال تشغيل هذا واطفاء هذا يؤدي الى تشغيل المصباح. في عنا الذاكرة، حكينا عن الذاكرة، الضغط على الزر يؤدي إلى تشغيل الموتور، ومجرد تحرير الكبس أو مجرد تحرير الضغط على الزر يؤدي إلى إيقاف الموتور، لذلك نحن نحتاج إلى ذاكرة، والذاكرة تمثلت معنا بالشكل هون. كيف بدنا نمثلها نحن ببرنامج البرمجة باللادر؟ في حال اعتبرنا إنه هذا الزر راح نعطيه رقم جديد اللي هو إكس 5، في حال الضغط على اكس 5 بنقول له set y 2، اذا في حال الضغط على اكس 5 set، اي احتفظ بالذاكره set. وبالعكس اذا اعتبرنا اكس 5 هون اعتبر هون اكس 6، في حال الضغط على اكس 6 لايقاف الموتور بنقول له reset واي 2، اذا الموتور وصلنا ب واي 2، في حال الضغط على اكس 5 شغل الموتور، في حال الضغط على اكس 6 اوقف الموتور. والتمثيل باللادر بيكون بالشكل هذا مثل ما شايفين نحن هنا، اكس 5 اكس 6. الحلقة الجاية راح نعتبر او راح ناخد امثلة عملية تتمثل بالاشكال هاي، كيف بدنا نمثل الخيارات في حال الضغط على زر مفرد، او في حال الضغط على زرين معا، وفي حال الضغط على ثلاث ازرار، في حال الضغط على زر وليس زر، وهكذا. وبنشوف كمان ايضا في حالة الذاكرة لو في عنا ازرار بحاجة الى ذاكرة، بنشوفها بالحلقة القادمة ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء بالحلقة القادمة. معكم مصطفى من السويد، إلى اللقاء.